هذه الثامنة من الميادين نستهلها بالعناوين. للأسف الشديد دولة قطر تبادر في شق الصف العربي. يعرف أي قنوات إعلامية ومنها قناته التي ترهب الناس مسريا وتدلس وتنتهك الأعراض. تقدير هناك قائمة للتدخلات وهناك سجال حاد واتهامات متبادلة بين وزير الإعلام القطري ونظيريها السعودي والبحريني في اجتماع الجامعة العربية. الحكومة الجزائرية تقول إن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يمثلون تهديدا لأمن البلاد. عودة الجدل في تونس بشأن مشروع قانون المصالحة المالية. أهلا بكم. شهد مجلس وزراء الإعلام العرب سجالا حادا بين الوزير القطري من جهة ونظيريها السعودي والبحريني من جهة أخرى. وزير الإعلام السعودي اتهم الدوحة بشق الصف العربي وشدد على ضرورة أن تكف قطر عن دعم الإرهاب واستضافة الإرهابيين على قنواتها الفضائية. بدوره هاجم الوزير البحريني قناة الجزيرة، فاعترض الوزير القطري على الكلمتين واتهم الإعلام البحريني بالعمل على إرهاب الناس. الاحترام والتقدير. أنا لا أريد أن أدخل في مهاترات ولا أريد أن أضع هذا المجلس في مهادرات، لكن للأسف الشديد تحدث معالي الأخ وزير إعلام مملكة البحرين الشقيقة عن الجزيرة، وأقول له إن الحقيقة لا يغطيها غربال الشمس، لا يغطيها الغربال، الحقيقة لا تغطى بغربال. يعرف أي قنوات إعلامية ومنها قناته التي ترهب الناس أسرياً وتدلس وتنتهك الأعراض. للأسف الشديد دولة قطر تبادر في شق الصف العربي وتبث الفتنة عبر ذراعها الإعلامي قناة الجزيرة. شكرا سيد الوزير. حسب طلب الكلمات أعطي الكلمة سيد المندوب. مع كل الاحترام والتقدير هناك قائمة للتدخلات وهناك ترتيب للتدخلات. أعطي الكلمة لممثل دولة السودان نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام السوداني، فليتفضل. سيد ممثل دولة قطر، أخذت حظك في الكلمة، وهناك تسجيل لكلمات للسادة رؤساء الوفود. اجتمع وزراء خارجية الدول المقاطعة مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في جدة لبحث الأزمة مع قطر. تيلرسون التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وبحث معه جهود مكافحة الإرهاب. وقد وصل تيلرسون إلى السعودية آتيا من الدوحة، حيث كان قد وقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم بشأن التصدي لتمويل مكافحة الإرهاب. وسط حال من الغضب العارم شيع الفلسطينيون في الضفة الغربية اليوم شهيديهم اللذين سقطا خلال تصديهما لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين. وقد شارك في تشييع الشهيدين مئات الفلسطينيين الذين رددوا هتافات ضد إسرائيل مطالبين بالثأر لدماء الشهداء. دعا وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف المعارضة السورية إلى التخلي عن لغة الإنذارات خلال المفاوضات ومحاولات تغيير النظام في سوريا وطرح شروط مسبقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي في بروكسل، قال لافروف إن مفاوضات أستانا أعطت زخما إيجابيا لعملية التسوية السورية. لا
لافروف لفت إلى أن مناطق خفض التصعيد خففت مستوى العنف، وأعلن أن المفاوضات بشأن إقامة ثلاث مناطق أخرى لتخفيف التوتر لا تزال مستمرة. أعلنت قيادة عمليات دجلة انطلاق عمليات عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش النائمة في ثلاث مناطق داخل محافظة ديالى. وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي إن قوات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش مدعومة بالحشد الشعبي بدأت بتعقب خلايا داعش النائمة في جنوب قضاء بلدروز وفي جنوب ناحية كنعان وجنوب ناحية بهرز بمحيط بعقوبة. أعلنت الحكومة الجزائرية أن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يمثلون تهديدا لأمن البلاد، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات للتصدي للنزوح الكبير على الحدود. وترافق ذلك مع اكتشاف شبكات تستغل المهاجرين للتهريب والمتاجرة بالبشر. أسامة عبد النور. استنفار أمني وسياسي تعيشه الجزائر منذ غزو المهاجرين الأفارقة الشريط الحدودي والمدن الكبرى لبلاد، ظاهرة تفاقمت على نحو غير مسبوق وأصبحت تؤرق السلطات بعد اكتشاف شبكات تستغل المهاجرين للتهريب والمتاجرة بالبشر وحتى التجسس. في شبكات تهريب، في علاقات مباشرة ما بين هذه الشبكات وبعض المجموعات الإرهابية ومع الجريمة المنظمة. واحنا لاحظنا يعني في الأسابيع الأخيرة يعني دفعة قوية غير عادية. بعض المنظمات الحقوقية العالمية اتهمت الجزائر بالعنصرية والإساءة للأفارقة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات مدير ديوان الرئاسة الذي وصف المهاجرين غير الشرعيين بمصدر الآفات الاجتماعية. الجزائر مستهدفة وكل مرة تخرج نغمة من طريقة، مرة بالنسبة للغاز الصخري، مرة بالنسبة للجنوب، مرة بالنسبة يعني مختلف الجهات. وأنا نتأسف لاستغلال مأساة الإنسانية لتصفية حسابات سياسية. اجتماع طارئ مرتقب لمجلس الحكومة لبت ملف المهاجرين الأفارقة، مراقبون يطالبون بمناطق حدودية عازلة لوقف زحف المهاجرين. الحكومة الآن مجبرة بإيجاد حلول مستعجلة لإيجاد مناطق عازلة على الحدود مالي النيجر وعلى بعد 20-30 كيلومتر، وإقامة مراكز اللاجئين قصد تخفيف العبء على المدن الجزائرية سواء الجنوبية أو الشمالية. الداخلية الجزائرية أعلنت عن حملة لإحصاء المهاجرين في بطاقة وطنية ليجري التعامل معهم بإنسانية. نحو 100,000 مهاجر إفريقي وصلوا بطرق غير شرعية إلى الجزائر، أمر تتخوف السلطات من عواقبه بعد تنامي الأحياء العشوائية والجريمة والأمراض. لكن التخوف الأكبر من مخطط يهدف بحسب مراقبين إلى إغراق البلاد بالمهاجرين الأفارقة لاختراق دفاعاتها الأمنية. سمع عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. إذن حول هذا الملف ينضم إلينا من الجزائر الناشط الحقوقي المحامي نجيب بيطام. أهلا بك سيد نجيب. بداية نفهم أكثر، هل من إحصائية مؤخرا لعدد هؤلاء المهاجرين الأفارقة الموجودين في الأراضي الجزائرية؟ في الحقيقة لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد اللاجئين أو النازحين الأفارقة بالجزائر، لأن أغلبهم أو أكثرهم يدخلون التراب الجزائري بطرق غير شرعية عبر عصابات تهريب هذه الجماعات، وبالتالي يصعب حصر العدد بالضبط الموجود بالجزائر. لكن أؤكد لك شيء، ما أن عددهم تفاقم في الآونة الأخيرة، لا تكاد أي دائرة أو ولاية في الجزائر تخلو من ظاهرة تواجد هؤلاء النازحين أو اللاجئين. طب من أي دول هم هؤلاء المهاجرين؟ من أي دول تقريبا أكثر الدول التي يأتون منها؟ شوفي، إحنا في الجزائر عندنا عدد كثير من اللاجئين من دولتي النيجر ومالي بالخصوص، ولكن يستعد عددهم أيضا، وفيه عدد من آخر من دول أخرى كنيجيريا والسنغال وغيرها أصبحوا أيضا ينزحون إلى الجزائر، فمنهم من يتخذها
كمعبر لدول الضفة الأخرى من البحر المتوسط، ومنهم من يتخذها مكان للاستيطان أو للاستقرار والتسول، ومنهم من يتخذها مكانا للإجرام للانضمام إلى عصابات. أستاذ نجيب، واضح بأن موضوع المهاجرين الأفارقة هو أعقد مما يبدو عليه، يعني نحن نتحدث عن موضوع له عدة أبعاد، بعد إنساني في التعامل مع هؤلاء المهاجرين، هم بالنهاية يهربون من ظروف غير مواتية للحياة والبقاء في بلادهم، وثانيا الخوف على أمن الجزائر من استغلال هؤلاء في أمور إجرامية أو إرهابية. كيف تتعامل الدولة الجزائرية لحل هذا الموضوع بطريقة لا تؤذي هؤلاء المهاجرين وتضمن أيضا سلامة وأمن الجزائر؟ صحيح، الآن السلطات الجزائرية أمام معادلة صعبة، فمن ناحية هي توفر تعمل وتجتهد على احترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت وانضمت عليها، التي تعنى بشأن حماية هؤلاء اللاجئين، وكذلك الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولكن في الجانب الآخر أصبح هؤلاء يشكلون تهديدا على النظام العام وعلى أمن واستقرار الجزائر، خاصة بثبوت عديد القضايا التي تورطوا فيها في مجال الإرهاب وتهريب المخدرات. وبالتالي الآن السلطات الجزائرية تحاول أن تعد بطاقية وطنية تحصي من خلالها جميع هؤلاء اللاجئين لتميز بين من يستحق الحماية والعناية الإنسانية وبين من يستحق التجميع والترحيل إلى بلدانهم. يجب أن نميز، هنا الدولة الجزائرية حاضرة على توفير الجو الملائم لحماية هؤلاء من خلال إقامة عدة تجمعات في عدة ولايات من الجنوب إلى الشمال، تجمع فيها هؤلاء النازحين وتوفر لهم كل ظروف المعاش من صحة وغذاء، ولكن هناك من لا يريد البقاء في هذه المراكز، يفضلون التسول ويفضلون الانضمام إلى جماعات إجرامية لارتكاب جرائم الإرهاب وجرائم المتاجرة في المخدرات. هؤلاء هم المعنيين بتحرك الدولة في الآونة الأخيرة. البعض يستغل هذه الفرصة ليحاول تشويه صورة الجزائر. يجب أن نميز، الجزائر تعمل على توفير كل الحماية وكل الظروف التي تساعد ظروف إنسانية لتوفير إقامة إنسانية للنازحين الهاربين من الفقر والحروب. أما الآخرين الذين يتخذون من هذه الجزائر ملاذ ارتكاب جرائم، فهؤلاء الدولة الجزائرية قررت أن تقوم بإحصائهم وجمعهم وترحيلهم إلى بلدانهم، لأنهم ليسوا معنيين بمسائل الإنسانية. وصلت الفكرة، أشكرك كل الشكر المحامي والناشط الحقوقي نجيب بيطام، كنت معنا مباشرة من الجزائر. فصل قصير ونعود لاستكمال الثامنة، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم. استأنفت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب التونسي مناقشة قانون المصالحة المالية الاقتصادية المثير للجدل، بعدما أدخلت الرئاسة تنقيحات على مشروع القانون للمرة الثالثة على التوالي. عماد اشتارى والتفاصيل. عود على بد، مجددا يطرح النقاش حول قانون المصالحة في مجلس نواب الشعب بعد سحبه في مناسبتين لما لقيه من معارضة داخل المجلس وخارجه من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وما اعترضه من انتقادات طعنت حتى في دستوريته. ليس من باب العدل تحاسب، معناها تعطي فرصة للي سرق واللي خذا فلوس وحط في جيبه وطور وضعيته واستثمر، تعطيه فرصة أنه يسكر الملف بالصلح المالي ويفلت من دائرة العقاب الجزائي، والشخص اللي ما خذا حتى شيء وإرادته كانت غايبة في أنه نفذ القانون بل كان مفروض عليه نفذ التعليمات وتحطه في الحبس. تنقيحات في العمق طاولت مشروع القانون بحسب الداعمين له، جرى بموجبها حذف رجال الأعمال الفاسدين حتى لا يتعارض قانون المصالحة مع قانون العدالة الانتقالية، وتخصيص حيز هام من مشروع القانون للعفو عن كبار الموظفين
الذين خالفوا القانون والترتيبات لتحقيق منفعة للغير من دون أن يستفيدوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة من ذلك، بل أكرهوا على تنفيذ تعليمات عليا. خلاوا الموظفين وأشباه الموظفين، فكلمة أشباه الموظفين هذه فيها شوية أمبيغويتي، فيها شوية غموض، وبالتالي يلزم معناها تفسيرها. هل يقصدوا بها باش يدخلوا الوزراء؟ هل يقصدوا بها باش يدخلوا مستشاري الوزراء؟ احنا نعتقد ان رئيس الجمهوريه تقوم بمحاولات يائسه، والافضل لرئيس الجمهوريه اليوم والبلاد تخوض معركه ضد الفساد والحكومه تشير الى انها في معركه ضد الفساد، الافضل ان يسحب هذا القانون وتستريح رئيس الجمهوريه ونستريح جميعا. الجدل بدأ على مستوى لجنة التشريع، ومن المرجح أن يتسع حينما يعرض مشروع القانون على النقاش خلال الجلسة العامة، وقد يتطور الأمر إلى تدخل المنظمات الوطنية على الخط بالاحتجاج مجددا في الشارع. مشروع قانون المصالحة عاد ليطرح للنقاش في نسخته المعدلة، نسخة رغم التعديلات التي أدخلت عليها بهدف موافقة القانون لروح الدستور، تراها المعارضة محاولة جديدة في التأسيس للإفلات من العقاب. عماد شطرة، تونس، الميادين. ومن العاصمة التونسية ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد بوعود. أهلا بك أستاذ محمد. إذن من المستفيد فعليا من قانون المصالحة المالية بنسخته المعدلة، بما أنه واضح أن يعني الجدل لا يزال قائما والأحزاب نفسها ليست مقتنعة بكل هذا القانون من أساسه؟ ويبدو أن هذا الجدل سيستمر وسترتفع وتيرته، خاصة وأن رئاسة الجمهورية لم تختر ربما التوقيت المناسب، فالبلاد الآن المعلن منها رسميا أنها في حالة حرب على الفساد، وعندما تعيد رئاسة الجمهورية طرح هذا الملف للتصويت من جديد وكأنها تقايض به وتقول نحن حكومة تكافح الفساد، لكن مرروا لنا هذا القانون الذي يعفو على عشرات طب لماذا تريد الحكومة، لماذا تريد الدولة فعليا تمرير مثل هذا القانون؟ ما مصلحة الدولة بتمرير مثل هذا القانون مقابل مكافحة الفساد؟ هو ما يظهر جليا أن لا مصلحة للدولة في ذلك، لكن هذا الإصرار العجيب على تمريره للمرة الثالثة على التوالي رغم ما يثيره من انقسامات حادة وصلت في المرة الفائتة إلى حدود الاصطدام مع المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني، ومع ذلك تصر رئاسة الجمهورية على طرحه من جديد، هذا يدل على أن هناك اتفاقا بالفعل أو أن هناك وعدا قد قطعه الرئيس الباجي قائد سبسي وحزب نداء تونس لمن دعمهم من رجال أعمال أو من كبار الموظفين ووزراء النظام السابق وغيرهم ممن تنطبق عليهم مواصفات هذا القانون، لأنه إلى حد الآن لا وجود لمنافع ظاهرة، وحتى ما تحدثوا عليه من أموال ستعاد إلى خزينة الدولة فهي بنسبة ضعيفة وصعب جدا أن تعود. طيب إذن كل هذا يعيدنا إلى النقطة الأولى نتوسع بها أكثر، من المستفيد من قانون المصالحة المالية؟ من خلال كلامك نفهم بأنه المستفيد فقط رجالات النظام السابق، وهم من تريد الدولة إخراجهم من هذه المعادلة. هم من تريد الدولة إعادتهم إلى المعادلة السياسية الحالية، إخراجهم من معادلة مكافحة الفساد أقصد أو المحاسبة. بالضبط بالضبط بالضبط، تريد إبعادهم على المحاسبة وعلى نيل العقاب، رغم أن فيهم من عليه كثير من الأحكام السجنية ولا ينفذها ولا يزال قيد السراح، هناك أيضا كثير من الطبقة الكبار الموظفين الذين تقول الدولة في تبريراتها أنهم أصبحوا يرفضون العمل أو إمضاء الوثائق أو تحمل المسؤوليات حتى يأتي هذا العفو، وهنا تبدو أن هناك نوع من الغموض، لأن المستفيد الرئيسي من هذا القانون لم يظهر إلى حد الآن في الصورة، وكل هؤلاء رجال الأعمال إذا كانوا فاسدين فليشملهم قانون مكافحة الفساد. بالنسبة لكبار الموظفين السابقين كلهم تقريبا أما تجاوزوا فترة الأحكام أو سقطت عنهم الأحكام وسقطت عنهم التتبعات أو قضوا فترات سجنهم وخرجوا، إذن هذا الإصرار الغريب يبدو وكأنه إصرار على إعادة الانقسام إلى الشارع التونسي وإلى الطبقة السياسية التونسية، وما رأيناه من توحد في الأسابيع الأخيرة
قرب الحكومة حول مسألة مقاومة الفساد سيعود وبالا وانقساما إذا أصرت رئاسة الجمهورية على تمرير هذا القانون، رغم أنها عدديا وبتوافق حزبي الحكم النهضة والنداء مع حزب أفاق والحزب الوطني الحر قادرة على تمريره هذه المرة بالعدد. إن كان هذا القانون يضرب فعليا حملة مكافحة الفساد التي أعلن عنها السيد وبدأها السيد الشاهد، إذن هذه الحملة ما الذي حققته؟ إلى حد الآن الحملة تسير ببطء شديد، حققت من منذ البداية زخما جماهيريا حولها، وبدأ الإعلام يتحدث على يوسف الشاهد حتى كبطل يريد ضرب الفساد ومكافحة الفاسدين والتهريب ومراكز القوى وغيره، لكنها تباطأت وأصبحت وكأنها تعطي فرصة أو تعطي مهلة للفاسدين حتى يقوموا بتبييض أموالهم أو تبييض وثائقهم وفواتيرهم وغير ذلك، لأن عادة الحملات تضرب الفاسدين دفعة واحدة أو على دفعات. نحن إلى حد الآن لم نرى إلا 7 أشخاص في الأسبوع الأول، وبعد شهر 3 أشخاص، طيب. وبعد أسبوع معنا شهر ونصف شخصان آخران. إذن الحملة ليست ممنهجة ولا مستمرة، نعم، لكن وكأنها لكن لا في خلال سير هذه الحملة كان هناك إعلانات أكثر من مرة بأنها مدعومة أيضا من قوى خارجية، لربما مدعومة من المجتمع الدولي، مدعومة من أكثر من قوة. هل يمكن أن تكون هذه القوى فعليا تضغط على الحكومة التونسية بشأن رجالات النظام السابق باختصار لو سمحت؟ لا أعتقد أن لرجالات النظام السابق خاصة السياسيين منهم دخل في حملة الفساد. يعني لنكون واضحين، يعني أغلب الطبقة التي وقع إلى حد الآن القبض عليها هم من المهربين أو رجال الأعمال الذين استثروا فجأة بعد ثورة 14 جان في 2011. رجال النظام السابق قد يكون فيهم من تورط في التهريب والفساد وغيره، لكن في أغلبهم طبقة سياسية يعني من كبار الموظفين، ليس إلا هذه المجموعات المورطة في العصابات. يعني هم وحتى ليسوا في محميين على دوليا أقصد؟ لا، إذا كانوا محميين فهم محميين من شبكات ضغط على غرار بعض التنظيمات المسلحة في ليبيا مثل المتهم الرئيسي شفيق جراية، أو هم مدعومون من بعض السفارات الأجنبية مثل أحد رجال كبار رجال الأعمال الذي يثار حوله تساؤل كبير ويقال أنه محمي من السفير الأمريكي، وبعض أيضا عدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد محميين من سفارة فرنسا. أما الباقي فإن الدولة قادرة على القبض عليهم ومحاسبتهم وملفاتهم جاهزة. نعم، وسمينة. وصلت الفكرة. بجملتين، من خلال متابعتك لما يحدث الآن على الأرض، إلى أين سيتجه الموضوع في هذا الإطار، في إطار الاحتجاجات ضد هذا القانون من قبل الأحزاب وحتى من قبل الشارع التونسي؟ أعتقد في جملتين أن الحكومة أنجزت بداية مشروع جيد عندما ضربت الفساد، لكنها الآن تعيد تعكير المياه من جديد عندما تطرح قانون المصالحة الاقتصادية الذي سيعيد الانقسام إلى الشارع التونسي والقوى السياسية التونسية. أشكرك كل الشكر الكاتب الصحفي محمد بوعود، كنت معنا مباشرة من تونس. دان التجمع السياسي لنواب مصراتة ما وصفها بالتحركات العسكرية غير المبررة في منطقة القربولي شرق العاصمة الليبية طرابلس، مشددا على وقوفه إلى جانب المجلس الرئاسي وتأييده لإجراءات حكومة الوفاق الوطني لمواجهة ما وصفها بالقوة المعتدية. عبر التجمع السياسي عن استيائه لما تشهده المدينة من اقتتال وترويع للمدنيين تسببا في تعثر خدمات الكهرباء والاتصالات، وأشار إلى أن التيارات والمجموعات التي تقف خلف هذه المجموعة التي تمارس التحشيد العسكري باتت معروفة، داعيا المجلس الرئاسي إلى تطبيق الترتيبات الأمنية في طرابلس وفقا للاتفاق السياسي. تحت شعار الثقافة حرة افتتحت في الشيحية قرب صفاقس بتونس الدورة 17 لمهرجان تنيور بعد انقطاع دام سنتين. عروض كثيرة ومتنوعة يقدمها مهرجان تنيور، ويشارك فيها فنانون من مختلف الأجيال، بينهم موسيقيون ومسرحيون وسينمائيون ورسامون.
تبرز في المهرجان الحضرات الصفاقسية وفرق صوفية، إضافة إلى عقد ندوات حول عنوان الفن والشارع واقع ورهانات. المنظمون يراهنون على إحداث تفاعل بين الشارع والفنون المختلفة وعبر إتاحة مساحات حرة للمواطنين للتعبير بالصوت والجسد. ومن الفعاليات ورش لفن الجرافيتي والفن السماعي البصري ورسم الجداريات والنحت وصناعة الألعاب الشعبية. مهرجان تنيور يعقد العزم على فنون الشارع وعروض حية في الفضاء الخارجي ما يجذب جمهورا كبيرا. تبقى الإشارة إلى حاجة المهرجان إلى الدعم المادي كغيره من المهرجانات التي تقام في تونس واضعة الثقافة والفنون في متناول الناس. نذكر بالعناوين. للأسف الشديد دولة قطر تبادر في شق الصف العربي. يعرف أي قنوات إعلامية ومنها قناته التي ترهب الناس أسريا وتدلس وتنتهك الأعراض. تقدير هناك قائمة للتدخلات وهناك سجال حاد واتهامات متبادلة بين وزير الإعلام القطري ونظيريه السعودي والبحريني في جامعة الدول العربية. الحكومة الجزائرية تقول إن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يمثلون تهديداً لأمن البلاد. عودة الجدل في تونس بشأن مشروع قانون المصالحة المالية. الثامنة انتهت. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائماً متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكراً للمتابعة. دمتم سالمين.